من الأحسن إخان أو أسعد الشرعي؟ السلام عليكم. أسعد الشرعي لا تهجم على المملكة المغربية وتهجم على المغاربة، قليل الحياة وقليل الأصل وقليل الفصل، لا زال يتهجم على المغاربة. وجه الحرباء، حرباء اليمن الذي لا أصل له ولا فصل، الذي ترك بلاده هناك وذهب إلى بريطانيا من أجل مهاجمة واسترزاق على ظهور المغاربة. هذا واحد الميساج الذين يتحدثون إليه ويدخلون إليه ويقولوا له مرحبا بك. لا مرحبا بك ولا سهلا، لا مرحبا بك ولا سهلا. وإن كنت رجلا فلا تأتي إلى المغرب، أتحداك إن كنت رجلا فلا تأتي إلى المغرب، وإن كنت رجلا فلا تذكر المغاربة والمغرب نهائيا. أوجه إخان، فيا وجه إخان كما قيل لك ويقال لك يا إخان. هذا هشام خضري وهذه قناتي المغرب أولا ولا غالب إلى الله، وعاش المغرب ولا عاش من خانه. فيا وجه إخان كما قيل لك ويقال لك يا إخان. هذا هشام خضري وهذه قناتي المغرب أولا ولا غالب إلى الله، وعاش المغرب ولا عاش من خانه. فالحرباء اليمني مسترزق اليمن يأتي إلى المغرب مسترزقا، يأتي إلى المغرب طالبا وراغبا، يأتي إلى المغرب طالبا ود المغاربة، واليوم يتهجم على المغاربة، يتهجم على المغرب. المغاربة بزاف عليك، قسموا بالله بزاف عليك. والمغاربة تحية لكم وتحية لكل من يكتب لأسعد الشرعي إخان، وجه إخان. ومن لا يعرف إخان فربما سنتحدث عنه في نهاية الفيديو. إخان هو مقولة قالها الحسن الثاني رحمه الله، قال أن على بيت كل خائن يجب أن يضرب بما لا يذكر، وهذا الذي يذكر كما يقال بالأمازيغية هو إخان. أعزكم الله، وإخان بالنسبة للذين لا يعرفونه سنحمل عليه حلقة لنقارن ما بين إخان، من الأحسن إخان أو أسعد الشرعي. الحرباء اليمني، ذاك الحرباء الذي لا أصل له ولا فصل له ولا شخصية له إلا أنه يهاجم المغاربة. في هذا الفيديو غنتحدثوا من الأحسن في نظركم، إخان أو أسعد الشرعي. بالنسبة لنا إخان نستعمله كمواد عضوية، نستعمله كذلك كأسماد، يستعمل إخان وين تفوناسين، يستعمل وين تفلسين، وين يفلس إخان يفلسن، لكي يستعمل كسماد وكغبار للحقول وللمزارع. قال لي شكون هو الفرق ما بين الطربوش وأسعد الشرعي؟ قال لي الطربوش كنديرو فيه روسنا، وأسعد الشرعي ما نديروش فيه روسنا. خليتكم على خير إلى اللقاء، الله يعاونكم.